وللتعليق حول هذا الموضوع معنا من العاصمة البحرينية المنامة نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي. أستاذ رضي أهلا بك، يعني في البدء دعوة جديدة للحوار من ولي العهد، وكذلك ردكم كان في المعارضة إيجابيا. السؤال، هل ثمة اتصالات أو ترتيبات تمت لتوضيح ماهية هذا الحوار أو توقيته؟ لا حقيقة، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. في الحقيقة ليس هناك اتصالات رسمية بين المعارضة وسمو ولي العهد في هذا الخصوص، ولكن هو الدعوة التي وجهها ولي العهد من خلال حوار المنامة، والتي نعتقد بأن المعارضة السياسية كانت تدعو لها منذ بدء الأزمة في 14 فبراير 2011، وكررت هذه المعارضة دعوتها لوضع حد للعنف الذي يمارس من قبل الأجهزة والشروع في حوار وتفاوض جاد ذي مغزى، وهذا ما جرت العادة عليه من قبل المعارضة السياسية، حيث دعت في وثيقة المنامة في 12 أكتوبر التي أصدرتها في 12 أكتوبر 2011 إلى أن تكون هناك حلول جادة وأن يكون الحل واضحا وأجندة الحوار واضحة. وهذه أيضا كررناها حقيقة في وثيقة اللاعن في 7 نوفمبر وفي كل وثائق المعارضة السياسية التي أكدت أيضا اليوم في بيان كما جاء في تقريركم ترحيبها بمسألة الحوار، لأننا ندعو إلى الحوار ونرى بأن العنف لا يمكن أن يصل إلا إلى المزيد من التمترس في المربع الأمني الذي يخسر البحرين حكومة وشعبا وكل مكونات الطيف السياسي والمذهبي في البلاد. طيب أستاذ رضي، يعني برأيك لماذا هذه الدعوة وفي هذا التوقيت بالذات؟ يعني تعلم أن هناك من يبدون متشائمين مع دعوات الحوار الحكومية، ويعني يعتبرونها أدوات لتضييع الوقت. يعني بالنسبة لكم في الجمعيات، هل تثقون بهذه الدعوة؟ نحن نعتقد بأنه العالم كله يعرف ماذا جرى خلال الأكثر من 20 شهر الماضية، وهناك لجنة تقصي الحقائق وثقت كل ذلك وأشار إليها ولي العهد في كلمة أيضا، ولكن تمنينا عليه أن يعلن تأكيده بضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق كاملة غير منقوصة، وكذلك تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي صدرت في سبتمبر الماضي. ولكن يبدو أن العالم أدرك تمام الإدراك بأنه ليس هناك مخرج إلا الحوار ومسألة الالتفاف حول المطالب الرئيسية للشعب البحريني ولمتطلبات الخروج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعاني منها البلاد. هي مسألة لا يمكن الهروب منها في كل الوقت، يمكن الهروب منها لبعض الوقت، وهذا ما حصل طوال الفترة الماضية، ولكن نعتقد أنه هذه دعوة ونحن رحبنا بها ونرى بأن يجب أن نضع أجندتها مجتمعين ولا يفرض أحدا رأيه على الآخر، لكي نعلن للعالم بأننا ممكن أن نكون داخلين في حوار جاد وأجندة واضحة هي إخراج بلادنا من الأزمة التي تعصف بها. طيب يعني هل ترى ارتباط بين عودتكم للمسيرات وكذلك سماح وزارة الداخلية لكم بالاعتصام في ساحة الحرية وتنظيم مسيرة الأسبوع المقبل وبين دعوة ولي العهد للحوار؟ يعني مسألة القيام بتظاهرات سلمية وتجمعات سلمية نعتقد بأنها حق مشروع كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية، ولا نحتاج إلى مزيد من التأكيد عليها، وهذا حق نمارسه ولا يستطيع أحد أن يصادر منا هذا الحق. إذا تمكنوا من مصادرة لبعض الوقت، لا أعتقد أنه هذا من يدعي الديمقراطية ومن يدعي حقوق الإنسان عليه أن يفسح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ليس فقط التجمع السلمي ولكن أيضا في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية التي نرى منها المزيد من السباب والشتائم ضد المعارضة السياسية وضد مكون رئيسي في المجتمع البحريني. ما يتعلق العلاقة بين دعوة ولي العهد والسماح لنا بالتجمع، قد يكون نتمنى أن يكون الجانب الرسمي قد أدرك بأن حان الوقت إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع النقاط على الحروف
ومغادرة العقلية الأمنية لكي ننبذ الدولة الأمنية التي سيطرت على كل مفاصل الدولة خلال الفترة الماضية منذ 14 فبراير 2011. طيب. ونشرع الطريق أمام حوار جاد واضح. هناك مطالب للشعب البحريني، أغلبية الشعب البحريني نعم يريد استقرار ويريد سلم مالي ويريد حلول دائمة وليست حقن مؤقتة. طيب ماذا عن سقف الجمعيات السياسية في الحوار؟ هل ستتغير أم أن وثيقة المنامة لا تزال قائمة؟ لا تزال قائمة بالطبع. وثيقة المنامة ومطالبها واضحة ممثلة في الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وكذلك توزيع للدوائر بشكل عادل بأن يتساوى صوت المواطن في الشمال والجنوب كما هو في الشرق والغرب، وليس هناك فواصل أو تمييز بين المواطنين، وقضاء عادل حيث أن القضاء، وأعتقد أنكم تابعتم أنه قبل يومين وجه مجموعة من القضاء رسالة واضحة إلى جلالة الملك يطالب فيها بإيقاف من جهات مجهولة تتدخل في عملية استقلال القضاء، وأيضا ما تريد المعارضة هو أيضا أمن للجميع بحيث الجميع ينعم بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي. طيب من المنامة نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، شكرا جزيلا لك.